كثرة المدربين هذا محور فتحه كابتن علي، هم سببت عبء بانه الفرصه صعب تتحصل كابتن عدنان الان؟ هي مو مساله كثره المدربين، احنا غير لاعبي كره القدم، نشوف يعني كثير من المدربين دخلوا دورات تدريبيه هو خارج ما له علاقه ما له كره، صارت مثل كمهنه ممارسه، يعني اغلب مع احترام يعني كثير عاطلين عن العمل، صارت كمهنه يدفع له مليون او 750 الف ويدخل ياخذ تدريبيه يروح، او اغلب اكو مدربين مثلا يستلم فئات عمريه على حساب الكرات والملابس الرياضيه، وهاي الانديه يقول لك انا خلينا نخلص من هذا العبء واسال معي ايران، يعني مع العلم هي الفئات العمريه هي اساس كره القدم، ما نشوف ما تطلع لنا مواهب، لان مع احترام اغلب اللازمين الفئات العمريه هم مختصاص كره القدم، بس مجرد حصل شهاده تدريبيه بمبلغ من المال واستلم فريق بدون مقابل بدون راتب، المهم ان يمارس مهنه تدريب كره القدم، هو هذا اللي المهم يدخل للرياضه وكثير من هذا يعني مجال، وصارت العلاقات الشخصيه يعني هي الفيصل في اغلب ادارات مع احترام بقيه الانديه قلت لك. وكنا نتكلم الكابتن علي عبد الجبار على موضوع اللاعبين من اعتزال او ما اعتزال، يعني انت تشوف من عبر مرحله الثلاثين، تشوف انت تباوع النادي والاداره بدات تدير ظهرها عليك انت كلاعب، صح دير ظهرها عليك، يعني تنسى انت ايامك مثلا انت مرحله الشباب يعني قدمت ما قدمت وحققت بطولات، يعني بس شافوك شويه بكبر العمر شويه تقدم بيك العمر شوفهم داروا ظهرك حتى يعني ما يعيروا لك ذاك الاهتمام، يخلوك تندم على الايام اللي قضيتها بنفس النادي، وانا حسيت بيها مع العلم انا قلت لك وين حسيت بيها بالزوراء؟ حسيت بها انا من جيت انا ما العب كره قدم بس جيت كتمرين مجرد، قلت لك انا بالاحتراف 7 سنوات كنت خارج العراق، جيت بس مجرد ارد اعيد اي ذكريات بس مجرد، بس شفت دايرين ظهرهم اللي يعني وجوههم غير الوجوه اللي كنت يعني بالقمه، فلذلك قلت لك بصمت قررت ان اترك مجالي وهو كره القدم واعتزلت بصمت، هو هذا الشيء. نتكلم على موضوع المدربين، كثير من المدربين واغلب المدربين هسه اللي بدورينا هم يدورون بين فرق واخر، يعني شوفوا مثلا يقيلون تسلسل الثامن يروح يقيلون من مقال تسلسل مثلا 15 يروح يستلم تسلسل اثنين، من تسلسل اثنين يروح 17 وهكذا، اغلب مدربين مجرد دائره مغلقه يفترض. نفس المدربين، ما تشوف مثلا ماكو فرصه، كثير من المدربين تشوفه يروح يسافر خارج العراق او يستلم عندي درجة أولى، أو مدرب يستلم 3 فرق بموسم واحد، أزيد من 3 فرق، أكو مدربين يستلموا 4 أو 5 فرق، يعني أنا اللي شفت متابع لهذا الشيء، شوفه مثلا قلت لك يقيلوا منه بعد ما قال بنفس اللحظة يجوز الصبح استلم فريق ثاني، ما أعرف شلون، والله العظيم يعني مو مسألة يعني هاي حقيقة موجودة عندنا، تضحك علي يعني موجودة لو ما موجودة؟ لا موجودة، هذا أخطاء إدارية. إي قلت لك إدارة بعده يعني العصر قالوا يجوز ورا ساعة استلم غير فريق، يعني ما شو وقت اتفق وياهم، شو وقت هو عرف مثل بقالته، يعني شيء عجيب في الكرة العراق الدورينة، يعني مع احترامي يعني ما توصفه ما تقدر توصفه.